وبقاء احمد عبد الحليم كاختصاص في الكرات الثابته. عبد الحليم ينفذ والعارضه مجددا تتدخل. معتز ياسين هذه المره يستعين بالرشاقه ويستعين بالعارضه للتصدي لهذه الكره لهذه القذيفه التي ارسلها عبد الحليم. هنا احمد عبد الحليم يساريه رائعه ومعتز ياسين يبعد الكره برشاقه كبيره. حارس ممتاز لكنه كما قلت ارتكب خطا، يعني من الممكن ان يرتكبه اي حارس مرمى.